يعتبر الأردن من الدول الرائدة في المنطقة في مجال الطاقة المتجددة، وعلى الصعيد العالمي تلعب الطاقة الشمسية دوراً مهماً في توفير الطاقة النظيفة والحد من انبعاثات الغازات والتلوث البيئي. إن تراكم الغبار على الألواح الشمسية يمكن أن يقلل الإنتاجية بنسبة تصل إلى 30% خلال شهر واحد فقط. وتشير التقديرات إلى أن تنظيف الألواح الشمسية باستخدام الطرق التقليدية يستهلك حالياً ما يقارب 10 مليارات جالون من المياه سنوياً، وهو ما يكفي لتوفير مياه الشرب لمليونين إنسان. منطقتنا تعاني من نقص المياه، وكان هذا سبباً رئيسياً لقيام شركة أوميغا للصناعات الهندسية بتطوير روبوت لتنظيف الألواح الشمسية بدون استخدام الماء. وفر الماء وأنقذ الأرواح باستخدام روبوتات أوميغا. روبوت أوميغا مستقل تماماً ويستخدم فراش خاصة لتنظيف الغبار من على أسطح الألواح الشمسية ويعمل بكفاءة عالية. يعمل روبوت أوميغا على نظام طاقة مستقل وذاتي الشحن، ويتيح ذلك للروبوت تنظيف النظام في أي وقت دون الحاجة إلى أي مصدر خارجي للطاقة. يمكنك تنظيف النظام الشمسي كل يوم باستخدام روبوت أوميغا، وهو أمر صعب للغاية في حالة التنظيف باستخدام الماء أو التنظيف اليدوي. إن التنظيف اليومي أو الأسبوعي يعمل على المحافظة على إنتاجية النظام الشمسي بأعلى كفاءة. استخدام روبوت أوميغا لتنظيف الخلايا الشمسية في المحطات الصغيرة والكبيرة يوفر الوقت والتكلفة. روبوت أوميغا آمن ومطابق للمعايير العالمية.